هنسيب كرة الماء وهنروح للسكواش ونجمتنا في الناشئات كابتن سنة إبراهيم وأمينة عرفي بتفوز ببطولة إنجلترا المفتوحة للناشئات، بطولة صعبة جدا وبطولة بيتجمع فيها كل أبطال العالم تقريبا. سنة إبراهيم كسبت تحت 17 سنة بعد ما كسبت زميلتها في المنتخب نور أبو المكارم بنتيجة 3-0. أما نجمتنا الصغيرة تحت 13 سنة أمينة عرفي كسبت تحت 13 سنة بطولة بعد ما كسبت بطلة الهند أنهات سانييه بنفس النتيجة 3-0. ده امتداد طبيعي في السكواش للنادي الأهلي، نجمات في الطريق على غرار كابتن كريم عبد الجواد وكابتن مصطفى عسل وكابتن ياسر عادل. ما شاء الله إن السكواش بيسير بخطى ثابتة إلى الاتجاه إلى العالمية. إذا كان الكبار ما شاء الله عليهم نجوم وأبطال العالم، عندنا برضو ناشئات يعني ماشيين في هذا النهج. هنسيب الاسكواش وهنروح لنجم من نجوم النادي الاهلي. نجم من نجوم النادي الاهلي كان من فتره اعتزل اللعب الدولي وهو كابتن محمد البيل، لاعب التنس طاوله النادي الاهلي ومنتخب مصر. الراجل فجاه قرر اعتزال اللعب الدولي بعد ما قعد مع كابتن سيد لاشين اسطوره التنس طاوله في مصر، وكمان كابتن اشرف عبد الفتاح رئيس جهاز التنس طاوله بالنادي الاهلي، عدل عن قراره ان هو يعود مره اخرى عشان يلعب مع منتخب مصر في بطوله العالم اللي جايه. عشان يرجع منتخب مصر لازم عشان يرجع يلعب في منتخب مصر لازم يروح للتصفيات. التصفيات دي يعني بنعمل تصفيات في مصر بين اللاعبين كلهم البعض. حقق فيها المركز الاول، كسب كل ماتشاته، ما سابش ماتش البالي، ما شاء الله عليه، هو فعلا نجم كبير من نجوم مصر. بكده قدر البيلي ان هو هيشارك خلاص مع منتخب مصر في بطولة العالم اللي جايه اللي هتقام في كوريا الجنوبيه باذن الله في شهر مارس. البيلي شارك مع منتخب مصر لمده 15 سنه بيحقق ميداليات وبطولات قاريه ودوليه، يعني بيحقق انجازات كثيره جدا. محمد البيلي من اللاعبين المهمين جدا في تاريخ النادي او في الوقت الحالي كمان المعاصر، من نجم كبير جدا وما شاء الله عليه انجازات كثيره جدا. البيلي بين خروجه للاعتزال وبين قراره وعدوله قعد مع كابتن اشرف عبد الفتاح رئيس الجهاز، واكيد كلام كابتن اشرف عبد الفتاح معاه كان مؤثر جدا، وكمان اسطوره التنس طاوله كابتن سيد لاشين اكيد كان مؤثر، لان كابتن سيد لاشين كلنا عارفين ان هو يعني مش هنقول الاب الروحي عشان ما نكبروش قوي، لكن هو الاخ الاكبر بالنسبه للاعيبه التنس طاوله في مصر والعالم. وفعلا قدر يعني قدروا يقنعوه ان هو يرجع مره ثانيه. كان البيلي يعني شويه زعلان في وقت من الاوقات عن ان هو يعتزل، لكن عادل عن قراره وان شاء الله يمثل مصر، ان النداء الوطن لينا كلنا اول ما مصر تطلب كله لازم يروح على طول. فبنشكر كابتن محمد البيلي عدوله عن قرار العوده مره اخرى الى اللعب في اللعب الدولي، وكمان ان شاء الله ربنا يوفقه في المرحله اللي جايه وبطوله العالم ومنتخب مصر في بطوله العالم بكوريا الجنوبيه. نكمل مع تنس طاوله ونجمتنا هنا جوده. هنا جوده يعني لاعبتنا المتميزه اللي ما شاء الله عليها ناشئه طالعه يعني صاعده بقوه الصاروخ ما شاء الله. بالرغم من امتحاناتها، عندها امتحانات طبيعيه جدا زي كل الناس اللي عندها امتحانات، لكن هنا جوده بتقرر ان هي تشارك تروح تصفيات منتخب السيدات. منتخب السيدات برده عنده تصفيات علشان تطلع وتلعب في منتخب مصر. الاتحاد التنس طاوله بيعمل تصفيات، التصفيات اتعملت 5 يناير ل 7 يناير جوه امتحانات هنا جوده. قررت ان هي تروح امتحانها الصبح وتنزل تروح التصفيات بعد الظهر. هنا جوده ما شاء الله عليها كسبت كل ماتشاتها بالرغم من ضغط المذاكره والامتحانات اللي بتتعرض ليها في المرحله دي، الدوره اللي جايه او الثانيه في شهر فبراير. بتمنى لها التوفيق، لكن هنا جوده مثال الاصرار والتحدي بالذات في حته اللي في اي مكان هي كمان تذاكر وكمان بترفض ان هي تكمل مذاكره عشان تنزل تخوض التصفيات المؤهله الى منتخب السيدات. بنتمنى لها التوفيق لانها فعلا ظاهره ما شاء الله عليها، نتمنى لها باذن الله تكون قريبا جدا هي ونجمات التنس طاوله كلهم في المرحله القريبه على منصات التتويج في العالم. هنسيب التنس طاوله ونروح لرجال السله. رجال السله ومباراه ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه مع مصر التأمين. النادي الاهلي في الترتيب في دوري السوبر بيحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط. و
مباراه، عفوا مباراه بكره باذن الله مصر للتامين، هنلاعب بكره اخر مباراه في الدور التمهيدي او الدور الاول في دوري السوبر. دوري السوبر قلنا تاني عايزين نشرحه ان هو دورين، دور اول ودور ثاني. الدور الاول والدور الثاني هو عباره عن مرحله ترتيبيه للفرق، عشان الاول يلعب الثامن والثاني يلعب السابع وهكذا. فالنادي الاهلي دلوقتي في المركز الثالث. المباراه هتلعب على صاله استاد القاهره، وعندنا اكيد غيابات، وغيابات هنقول ان هي غيابات الحمد لله يعني مش كثيره، لكن مودي الجرحي مصاب بالتواء في صباع في القدم، وان شاء الله بعد مباراه مصر التامين هيعود ويستكمل مع الفريق المرحله لي ان شاء الله باذن الله لاقتراب ومنصه التتويج باذن الله اللي كلنا بنتمناها. كمان عندنا كابتن احمد السرعوه بيعود الحمد لله، بيعود من اصابه 10 ايام اسبوعين، وان شاء الله يكون داخل الملعب باذن الله، داخل تشكيله الملعب، داخل تشكيله الفريق. هو خلاص دخل الملعب وبدا يتمرن مع اللاعبين، لكن لسه ما دخلش في الفورمه العاليه او المطلوبه منه. ان شاء الله باذن الله في المرحله اللي جايه بنقول له كل امنيات طيبه ليك، بالتوفيق احمد سلعوه نجم كبير عايزينه يكون متواجد داخل نجوم كره السله باذن الله. بكده كره السله، خبر كره السله.